في أغلى من ولادنا على قلوبنا، ثقافتهم من أول اهتماماتنا، وأكيد منلاحظ تعلقهم بالتكنولوجيا وخاصة بالكمبيوتر والآيباد. عصافير.com استغل هذا الاهتمام عند الأطفال وأطلق فكرة المطالعة عبر الآيباد من خلال وضع العديد من القصص المعروفة والمفيدة. عمر، شو كانت الفكرة الأساسية وراء تأسيس الشركة؟ أنا كأب بعد ما اكتشفت حبي للقراءة وكيف بتغير حياة الإنسان، حاولت أشتغل على الموضوع مع أبنائي من عمر صغير، واكتشفت قديش بغير بالحياة يعني، وحاولت أنه أنقل نفس التجربة هاي للآباء اللي زيي، يعني أعطيهم نفس اللي أنا قدرت أسويه مع أولادي. يعني فينا نقول أنه كانت تجربة شخصية أثرت فيك، مش أنه مجرد فكرة أنت فكرت فيك. نعم، تجربة شخصية فعلاً، أنه نفس المعاناة هاي اللي أنا حسيت فيها مع أولادي، حسيت أنه يعني كل الآباء اللي زيي بيكون عندهم نفس المشكلة، أو كل أولياء الأمور يعني. بدأنا نشتغل على الموضوع، صار يجينا فيدباك من معلمين بيستخدموه في المدرسة وفي الصف، وهناك بلشنا نتجه لأنه نسوي خدمة للمدارس. هلا احنا هدفنا من نشر المعرفه، لكن شفنا انه الماركت العربي فيه جاب كبيره، فقررنا انه نبدا باللغه العربيه وانها تكون الفوكس تبعنا. طب عمر، هل هدفكم بس نشر القصص للاطفال ام كمان الافلام التثقيفيه للاولاد المتجهه نحو الاولاد؟ هلا هو هدفنا الاساسي نشر المعرفه، بادئين احنا هلا الخطوه الاساسيه انه نبدا بالقراءه، لانها وسيله جيده ل يعني استيعاب المعلومات واستيعاب العالم اللي حوالينا. لكن يعني مفكرين في الخطوات القادمة أنه نشتغل على الفيديو لشرح المفاهيم الأكثر تعقيداً، يعني اللي مش ممكن تفهمها بسهولة من كتاب. نعم. وهل في إمكانية لقراءة إلكترونية عبر الآيباد؟ يعني في مساعدة للطفل بصوت إلكتروني؟ هلأ طبعاً في لكل القصص هي مسموعة مكتوبة ومصورة، هاي بسموها ترانزميديا، اللي هي لما تدمج عدد من العناصر اللي هو المسموع والمرئي والمكتوب اللي بقرأه الطفل عشان تساعده انه يفهم النص بطريقة اعمق. حلو. وهل التطبيق مجاني ام في رسوم للاشتراك؟ هلا طبعا احنا هدفنا الاساسي ننشر المعرفة، ففي عندنا تطبيق مجاني، هذا اللي يعني بيستخدموه عدد كبير من الناس. المدارس اللي بتهتم في طلابها وبتحاول يعني تساعدهم يوجهوهم في الاتجاه الصحيح ويتابعوا قراءتهم بيستخدموا بريميوم سيرفيس، بنساعدهم فيها، بنوفر لهم غير القصص موارد بتيجي مع القصص، خطط دروس واي شيء انت بتحتاجه عشان تفعل استخدام المحتوى القصصي هذا في تعليم المهارات اللغويه في الصف. عمر، كيف بيشتغل التطبيق؟ تمام، زي ما حكيت لك انه احنا هدفنا نوفر للطفل انه يقرا في اي مكان بيكون فيه وعلى اي جهاز، فبيقدر يقرا على الموبايل، على التابلت، على الكمبيوتر، في اي محل. هلا بس عشان يقرا العمليه بسيطه جدا، لانه بيستخدموه طلاب صغار كثير بالعمر، في البري سكول لحد ال 12 يعني نهايه المدرسه. اوكي. مثلا بعد ما يدخل اول مره اليوزر نيم والباسورد تبعونه بصير يبين صورته، لازم يعمل بس يكبس على صورته بالضبط، بيكون مسوي اكاونت، يبين عنده مثلا اذا بعت له المعلم مهمه قراءه. بيقدر طبعا هو كمان يستكشف زي ما بده. أوكي. يقرا القصص اللي بده اياها، طبعا اي شيء هو بيختاره بيقدر يبلش يقرا فيه. شو في عنا غير قصص معقول يقدر يعملها المعلم على الصفحة هون؟ طبعاً في عنا هون اللي هو مع دليل القصص بتلاقي فيه أوراق عمل، في تمارين، في موارد، يعني في كثير شغلات. يعني نفترض مثلاً المعلم بده يشجع طلابه على القراءة، تمام؟ شاف طالب مميز بده يشجعه على القراءة، بيقدر يطبع له شهادة تقدير بسهولة. ما في داعي أنه هو يروح يسوي لها ديزاين وهاي، وهذا فعلياً الإشي اللي كانوا يقضوا وقتهم المعلمين وهم بيسووه، وما يقدروا يركزوا على شغلهم الأساسي اللي هو توجيه الطلاب. هلأ بالنسبة للطفل هي أبسط بكثير، لأنه الطفل بالنسبة له قراءة بس. بالنسبة للمعلم لا، بنعطيه تولز أكثر، اللي هي تتابع قراءة الطلاب، تتابع قراءة الطالب لحاله، تتابع قراءة صف كامل، كل هاي الشغلات موجودة. وعن التحديات اللي واجهته خلال كل هالفترة، شو فيك تخبرنا؟ التحدي الداخلي انه كيف ممكن تنمو كانسان عشان تنمي البزنس تبعك هذا، وفي دائما يعني لازم يكون في نمو لك، ولازم يكون سريع كمان عشان يظل البزنس تبعك متجه في الاتجاه الصحيح. وين فينا نشوف عصافير.com بالمستقبل القريب وبالمستقبل البعيد؟ هدفنا احنا انه نكون في كل بيت
يعني وكل صف نساعد الأطفال أنهم يستكشفوا العالم اللي حواليهم. إذا حابب توجه نصيحة لأشخاص عندهم فكرة حابين يبلشوا مؤسسة أم مشروعهم الخاص بس بعدهم شوي مرددين، شو فيك تقول لهم؟ دائما يعني الاكشن مهم، انك انت تاخذ قرار وتتخذ الفعل المناسب عشان تبدا الشغل على الموضوع. عمر، لا شك انه دبي منطقه مهمه لهيك فكره، انتوا بلشتوا على سفير.com منها، بس شو كان السبب وراء هذا الشيء؟ بصراحه انا عشت في دبي 10 سنين، وبلد جميل، ماركت جيد، والتسهيلات اللي موجوده هون بتساعد اي شخص يعني يفكر بانه يعني يبني بزنس هون بكل اريحيه يعني. وهل فينا نقول انه انت وصلت اليوم للنجاح ام نقطه النجاح اللي بدك توصل لها ام بعد عندك كثير لتوصل؟ هلا انا بحكي النجاح مش نقطه بتوصلها، انا برايي النجاح حاله ذهنيه. انا بحس لما قررت ابدا على الطريق هذا كنت في هاي الحاله الذهنيه وبحاول دائما احافظ عليها. أكيد لتوصل للي وصلت له اليوم مع سفير.com قطعت بكتير تحديات، بس كمان أكيد قطعت بقصص نجاح كتيرة. شو أكتر شيء من قصص النجاح أثروا فيك؟ قصص النجاح اليومية الصغيرة اللي هي بتشوف التيم تبعك كيف بنجز، كيف تقدر تلاقي أشخاص عندهم باشن وحب للشغل اللي بيشتغلوه، مدى السعادة اللي بتجلب لهم إياها أنه يعني يقدروا يوصلوا لأكبر عدد من الناس، والأطفال بخلي جزء كبير من يومي بروح بقرأ بالمكتبات العامة للأطفال، بقرأ بأي إيفنت بأي مناسبة، يعني بروح وبقرأ للأطفال وبقعد معهم، لأنه بحس لما يكون حتى الموضوع وجها لوجه له شعور آخر، له حلاوة أخرى يعني. وإن شاء الله أنتوا تضلكم عم تقدروا تنشروا الثقافة والسعادة كمان. Thank you لك عمر. أهلا، شكرا لك. الثقافة هي حضارة الشعوب، وما في أحسن من استغلال ثقافة أولادنا وعاداتهم ونوجهها نحو المعرفة والعلم والقراءة. عصافير.com تطبيق بحاول دمج التسلية بالثقافة.